طلع سيدنا عيسى هو تابعينه من المنطقة هذيك وروح لقريتها الناصرة، وفي يوم السبت مشى يخطب في المعبد. هالبناسم اللي سمعوه كانوا مستغربين من كلامه ونشتوا بعض، من وين جاب هذا كله؟ وشين الحكمة هذه اللي نعطت له؟ وكيف يقدر يدير كل المعجزات هادو؟ مش هذا النجار ولد مريم واخوته يعقوب ويوسي ويهودا وسمعان؟ مش هو اللي اخواته هنا معانا؟ والناس هادم ما كانوش مؤمنين بالكلام اللي يقول فيه. سيدنا عيسى قال لهم الأنبياء مقبولين في كل مكان إلا في بلادهم وبين أقاربهم ومالهم، وما قدرش يدير أي معجزة في القرية متاعها. كان شوية مرضى حط يديه عليهم وشفى، وكان مستغرب إن الناس هادم ما عندهمش حتى ذرة إيمان. ووقتها خلاهم سيدنا عيسى وبدأ يدور في المناطق القريبة يعلم في الناس. نادى التابعين 12 وبعتهم كل زوز مع بعض وعطاهم سلطة يطلعوا الجنود، وأمرهم إنهم ما ياخدوش معهم شيء كان شخصا، لا ياخدوا خبزة ولا صرة ولا فلوس في حزاماتهم، وأمرهم إنهم يلبسوا متاس ولبستهم اللي لابسينها بس. وقال لهم أي حوش تخشوا له وقعدوا فيه لين تطلعوا من المنطقة هديك، وأي منطقة ما يرحبوش بيكم ناسها وما يسمعوكمش أنت تطلعوا منها نفطوا الغبرة من رجليكم. هذه شهادة عليهم إن غضب الله جايهم. بعدها مشوا يدعوا في الناس باش يتوبوا ويرجعوا لله، وطلعوا هالبجنون وشفوا هالبمرضى بعد ما دهنهم بالزيت. واسمع الملك أنتيباس ولد هيرودس على سيدنا عيسى، على خطر أخباره انتشرت في كل مكان. فيه من قال عليه إنه هو النبي يحيى ناض من الموت، وهذا علاش عنده قوة أن يدير معجزات. وفيه اللي قالوا هو النبي إلياس، وتانيين قالوا إنه هو نبي تاني زي الأنبياء الأولين اللي جوا من قبل. لكن أم تسمع فيه الملك أنتيباس قال هذا أكيد النبي يحيى ناض من الموت بعد ما أنا قصيت لرأسه. وكان الملك أنتيباس ولد هيرودس متزوج هيرودية اللي كانت مرت خوه فيليب، وهو اللي أمر إنهم يشدوا النبي يحيى ويحبسوه. لأن النبي يحيى حرم زواجه من هيرودية اللي كانت مرت خوه، وهذا خلى حتى هيرودية تنقم عليه وتتمنى تقتله لكن ما قدرتش، لأن الملك ولد هيرودس كان يخاف من النبي يحيى على خاطر كان يعرف انه راجل تقي وصالح، وكان يحمي فيه ويحب يسمع له رغم انه مرات كان يتضايق من كلامه. وفي يوم جت فرصة لهيرودية في حفلة عيد ميلاد الملك اللي عزم فيها المسؤولين والقادة العسكريين ومشايخ منطقة الجليل. خشت بنت هيرودية ورقصت قدام الملك وضيوفه، عجبتهم البنت هلبة، وهذا خلى الملك يقول لها اطلبي شن تبي وانا نعطيهولك. وحلف لها قدام ضيوفه وقال لها أي شيء تطلبيه نعطيه لك حتى لو تطلبي نص مملكتي. طلعت البنت لبرا ونشدت أمها شو نطلب؟ قالت لها أمها أطلبي راس يحيى. رجعت البنت بسرعة للملك وقالت له نبيك توا تجيب لي راس يحيى على طبق.
حزن الملك هلبة من طلبها، لكن ما قدرش يرفضها على خاطر اليمين بتاعها كان قدام كل الضيوف. ووقتي بعت الملك واحد من الحراس واعطاه أمر إنه يجيب راس النبي يحيى. مشى الحارس للحبس وقص له راسه وجابها على الطبق واعطاه للبنت وهي رفعته لأمه. وابتسموا تابعين النبي يحيى باللي صار، جو رفعوا جثمانه ودفنوه.